أحبائي مشاهدي قناة أنفوتيك، فمرحبا بكم. اليوم السؤال اللي الجميع كيسولو، وهو واش القناة ديالي واخا تكون فعلة فيها أرباح وحاط فيها الفيديوهات وما كاين حتى مشكل بالنسبة لحقوق المؤلف، واش القناة يمكن تحذف ولا يمكن الحجب ديالها؟ الجواب وهو نعم، يمكن لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص عديمي الضمير باش يدخلوا القناة ديالك ويديروا ليها سينيالي. ملي كتشوف يوتيوب والموديغاتور او الروبو ان مجموعة الاشخاص دخلوا القناة ديالك وداروا لها سينيالي، فيوتيوب بطريقة اوتوماتيكية يقوم بحجب القناة ديالك وكيتواصل معك باش يشوف المشكل فين كاين. لكن الاشخاص قاموا بالدخول الى قناتك كما قلنا وداروا سينيالي، فيتم حجب قناتك إلا ما يتم حذفها بالكامل. لذا يجب أخذ الحيطة والحذر في فتح قنوات وكيفية حمايتها والاستطاعة بالدخول والتجاوب والتحاور مع أصحاب يوتيوب أو منصة يوتيوب لكي تحل المشكل، أنه مشكل يمكن أن يقع لك في أي وقت في حياة قناتك، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر في هذا المشكل. يوجد كذلك مشاكل أخرى سوف نعرفها في الحلقات القادمة إن شاء الله. تابعونا.